السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم في الموجز الرياضي. توج فريق المنامة بلقبه 18 في تاريخه بمسابقة كأس كرة السلة، وذلك بعد فوزه على الحلا في المباراة النهائية الثالثة ب 98 نقطة مقابل 60. وتألق في صفوف المنامة اللاعب حسن نيروز بتسجيله 23 نقطة، فيما كان المحترف الأمريكي لوران دورز أبرز اللاعبين في صفوف الحلا بعد إحرازه 15 نقطة. وتوج رئيس الاتحاد البحريني لكرة السلة النائب عادل عسومي في نهاية اللقاء فريق المنامة بكأس البطولة والميداليات الذهبية وفريق الحالة بالميداليات الفضية.